السلام عليكم. برنامج دلوقتي هنتعلم برنامج فلو ديزاين. برنامج بسيط جدا وسيمبل جدا وسهل وبسيط قوي 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 يعني كمان. تمام، هو عبارة عن بيشوف حركة الهواء حوالين المبنى عامل ازاي، او حوالين اي كتلة انت عايز تدرسها عامل ازاي. هو سيمبل قوي وبسيط، مش صعب، مش برامج، هو لحد ما يعتبر يعني عملي، بس هو برضو ما تعتمدش عليه قوي في الاناليسس درجة قوية. طيب نيجي نشوف البرنامج ده بيشتغل ازاي. انا عندي فيه اكزامبل، او فتحت بيجيب لي اكزامبل لكذا موديل، فهنجرب موديل مثلا للمعماري اللي موجود عندي هنا. خلاص، وادي شكل الكتلة. السكرول بتاعته بدوس كليك عليه واعمل روتيت، هلاقي بيعمل روتيت معايا. هلاقي في نفس الوقت هنا السيموليشن. هنا عندي اول حاجة نبدأ واحدة واحدة، زوم ان وزوم اوت. في عندي زي كورة، الكورة دي بحرك عشان اقول لك اتجاه حركة الهواء، او حركة دراسة الهواء، مش حركة الهواء اتجاه يمين او شمال، لا، حركة دراسة الهواء نفسها تبقى عاملة ازاي. عندي الفولاستي، تمام، الاناليسز اللي موجود او البوكس اللي موجود بيعمل عليه السيميليشن نفسه. عندي هنا سرعة الهواء بتحكم فيها، اليونت بتاعتي موجودة، تمام. الوين تانل، التانل اللي هيدرس فيه الصندوق، او الصندوق اللي هيدرس فيه حركة الهواء تبقى شكلها ايه، تمام. فممكن امسك ده كده، اهو، وادوس اوكي، يبدأ يعمل اناليسيس تاني. شايفين حتى الفريم بتاعي قل ازاي؟ طبعا كل ما اقلل لحد ما كل ما يبقى افضل لي، عشان ما يبقاش اناليسيس في كل الاتجاهات اللي موجوده. وانترنال شو بيشوف اللي هو البوكس نفسه، سرعه الهواء اهو، شايفين دي بتزيد معايا ازاي اصلا. طبعا انت سرعه الهواء دي عشان تجيبها لازم تجيبها من برنامج اسمه كلايمنج كونسلتنت. بينزل لك الويذر فايل، والويذر فايل بيكون متسجل عليه الداتا نفسها وبتبدأ تشتغل عليها. اورينتيشن عشان تشوف الاورينتيشن بتاعت المبنى عامله ازاي عندك اهو، شايفين. ادي اورينتيشن، الدراسه بتاعتك هتبقى 3D. شايفين المباني دلوقتي بقت عندي، بقت ليها الوان اهي. طبعا هنا جاب لك البريشر على الكتلة الهواء على الكتلة نفسها، ودراسة الهواء عليها عاملة ازاي. نشرايز، نحرك دي كده، نرجع تاني 2D. ممكن نكبر ده سنة، وامسك ده كده واتحكم فيه. فلوستي هنا ده الكيرف، فهنا بيقولك الكونفر بتاعتك اللي هو الأزرق، بيقول لك مستوى الهواء وحركة الهواء عاملة ازاي بالنسبة للكونفورت اللي موجود، عشان مبيبقاش فيه تخلخل وتضغط طول الوقت. بلان نيجي بعد كده دلوقتي مثلا هقول له فلو لاين، نبدأ نشوف حركة الهواء بتاعتي عاملة ازاي على كل جزئية هنا موجودة، فممكن أتحكم في دي. بصوا عبارة عن لاين، يجيب لي فلو بتاع الاير فلو، فانا اخترت هنا فلو لاين
ممكن اقول له تيوب سموك بوينت الاين سيتنج، عندي العدد طبعا لو محتاج كارت شاشة عالي فبالكم النقطة دي اوي. السبيد ده سبيد بس بتاع السيميليشن مش سبيد حركة الهواء. سايز اهو، والديل بتاعه او اللينس سايد بس كان عايزه من الجنب او خلينا هنا نجرب بلان عشان اوريكم الشكل عامل ازاي في بلان. طبعا هو ينفع تدخله اصلا برامج، ينفع تدخله موديل من كذا من كذا حاجة. اهو كل ده اكستنشن. شكرا لكم.